بدأت إدارة الحوار الوطني خطوة جديدة اليوم النهاردة من خطوات الحوار اللي بتمهد الطريق للجمهورية الجديدة لصياغة المقترحات والمخرجات. نتكلم على 20 شخص من ذوي الخبرة والمعنيين بالقضايا بيشاركوا في الجلسات التخصصية اللي كانت موجودة النهاردة. كان عندنا جلستين مغلقتين في الحوار الوطني النهاردة، جلسة خاصة بالمحور السياسي وجلسة خاصة بالمحور المجتمعي. والجلسة الخاصة بالمحور المجتمعي كانت جلسة تخص الصحة، وهنعرف مع حضراتكم مزيد من التفاصيل عن هاتين الجلستين من الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. مساء الخير على حضرتك، ولو تطلعنا عن أهم مدار داخل هاتين الجلستين اليوم في الحوار الوطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا كان فيه جلستين تخصصيتين، يعني مش جلسات عامة عشان نقدر نفرق ما بين الجلسة التخصصية والجلسة العامة. الجلسة العامة اللي بيحضر فيها كل الناس، كل المدعوين، كل ممثلي القوى السياسية، أي حد مهتم بيجي وممكن يتكلم فيها 50 شخص أو أكثر. الجلسات التخصصية هي جلسات بين متخصصين شديد التخصص مع مقرري العموم أو المقررين المساعدين للجان عشان التوصل إلى توافقات يعني مجمع عليها بحيث ان هي ترفع لمجلس امناء الحوار الوطني. النهارده الجلسه الاولى اللي كانت موجوده كانت لجنه النظام الانتخابي، يعني لجنه متخصصه في طبعا مقر الاكاديميه الوطنيه للتدريب لصياغه المقترحات والتوصيات الخاصه بقانون النظام الانتخابي. وده طبعا موجود ضمن لجنه مباشره الحقوق السياسيه والتمثيل النيابي اللي هي في المحور السياسي. طبعا نعلم جميعا ان هناك اراء بتقول ان النظام الانتخابي المغلق، القائمه المغلقه مع الفرد هو الافضل. الناس الثاني بيقولوا لا، النظام النسبي مع الفرد او المغلق قليلا لكن النسبي اكثر. وبالتالي في ثلاث اراء او اربعه في هذا المسار. فاللجنه النهارده المتخصصه كانت بتحاول توصل الى توافق بحيث ان هو يتم رفع اقتراح او اثنين لمجلس الامناء، ومجلس الامناء بطبيعته يرفع هذا الامر الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطبعا شامل تقسيم الدوائر والفئات الاولى بالرعايه او اللي هم الناس اللي هم المميزين في الفئات المميزه، هل نعمل لهم قائمه وحدهم ولا لا؟ كل ده كان في صلب النقاش. طبعا الحاجه الثانيه هي النظام التامين الصحي في لجنه الصحه ضمن المحور المجتمعي. كان فيه جلسه اخرى متعلقه ب او هتبقى موجوده يعني مطروحه انا اسف في المتعلقه بالتامين الصحي. ونعلم ايضا ان ده مشروع حكومه بدايته منذ سنوات بمرحله تجريبيه في بدا بالفعل في الاقصر وفي بورسعيد وفي السويس. و البعض بيقول ليه ما نعجلش بتطبيقه في كل انحاء الجمهوريه فورا. وطبعا ده موضوع متعلق بالاساس بالموارد، يعني لابد ان تكون هناك موارد مساحه كافيه وقدره، والناس عارفه ان هتفتح كذا عشان ياخد نظام تامين يبقى مساهم بكذا، هو واسرته ولا هو فقط ولا هو تبع العمل. الجدل الشديد حسم، لكن القضيه الاساسيه في هذا الامر هي الموارد. فبالتالي صياغه هذه التوافقات او التنسيقات التوافقيه هتكون المفترض تقدم افضل دعم لصانع القرار عشان يقدر ياخذ قرار صحيح. ربما يكون هناك اجتماع في لجنه الاقتصاديه متعلق بالموضوع بتاع الاستثمار الخاص وكيف يمكن للدوله المصريه والمجتمع كله هو دعم الاستثمار الخاص. هناك اجتماع للجنه بالفعل للمقرر العام للمحور الاقتصادي مع المقررين العموم، المقررين رجال المختلفه. ربما يكون هناك جلسه في هذا الصدد، لم تحسم الامور بعد من هنا حتى اخر الاسبوع. في اغلب الظن ايضا انه خلال الاسبوع المقبل ان شاء الله ستكون هناك جلسات ثلاثه في المحاور الثلاثه المختلفه، السياسي والاجتماعي والاقتصادي. أستاذ عماد، عايز أسأل حضرتك، هل هناك محددات زمنية لرفع المخرجات الخاصة بهذه الجلسات وحصاد جلسات الحوار الوطني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الصياغة؟
اقدر اقول لك انه الامر لن يستغرق سنوات خالص، لكن يستغرق شهور قليله جدا. اتصور انه من هنا حتى نهايه هذا العام هيكون في بعض التوصيات صدرت بالفعل، رفعت بالفعل للسيد الرئيس. ليه؟ لانه في من خلال المناقشات ومن خلال حضوري بالجلسات المختلفه في بعض القضايا هناك ما يشبه الاجماع عليها، زي قضيه لجنه مكافحه التمييز على سبيل المثال. لا احد يختلف على هذا الامر. اللجنه الخاصه ب القضيه الخاصه ب الوصايا فيما يتعلق بالاطفال اظن ايضا هناك توافق عليها، وبالتالي حينما ترسل التوصيات قريبا من مجلس الامناء الى السيد الرئيس فلن يكون هناك مانع انه اصدارها فورا. والرئيس قال بوضوح في مؤتمر الشباب الذي عقد في برج العرب في اسكندريه قبل اسابيع قليله اللي هتبعتوه هصدره. كان الرجل واضحا ومحددا وداعما تماما للحوار الوطني، وبالتالي اتوقع لا يعني هذا مجرد توقع ان احنا خلال اسابيع قد نرى. طبعا مجلس الامناء سيرفع التوصيات وان شاء الله السيد الرئيس يصدرها في صوره اجراءات او يحولها الى مجلس النواب اذا راى ذلك حينما يعني تعرض عليه. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عماد الدين حسين عضو مجلس امناء الحوار الوطني. حانه الجميع بيعول على هذا الحوار الوطني وينتظر منه الخروج بتوصيات تثلج قلوب الناس، يعني زي ما كان الحديث عن قانون الوصايه واستجابه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه التوصيات كان الحقيقه حديث مهم جدا ويحل مشاكل بيوت مصريه كتير. علشان كده الناس منتظره من الحوار الوطني الخروج بتوصيات تحل أزمات كتير موجودة بالفعل.